صراحة مشروع تنمية واحد سيوة مشروع حبنا، لأنه ساعدنا في حل مشاكلنا بالطريقة اللي تناسبنا في التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة. وعشان كده كلنا هنا أطفال ونساء وشباب وحتى الشيوخ بنحب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عشان ساعدتنا في حل مشاكلنا وطورت من مهاراتنا وزودت من دخلنا وخلتنا نتعرف أكتر على الناس اللي حوالينا والناس تتعرف علينا أكتر وأكتر.